مشاهدينا الكرام، نعود بكم في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع السيد هشام عبود. سيد هشام عبود، كتبت في جريدتك أنه أثناء وجود بوتفليقة في العاصمة الفرنسية باريس في المستشفى العسكري فال دو غراس، قلت أعطيت معلومة أنه عاد لأرض الوطن، وقلت أنه عندك يعني بيانات دي بروف لأنه عاد، وهذا ما نفاه بعض الوزراء ونفاته حتى الحكومة رسميا، وما دفع يعني السلطات الرسمية بمتابعتك، متابعة الجريدة تاعك قضائيا وتوقيفها. يعني قريت أنا في الجرائد وبعد يعني زملاء صحفيين قالوا بأنه هشام عبود إلى في لوبجي دي مانيبيولاسيون، يا هل تؤكد هذا الخبر ولا تفند؟ ألور بون مليح، هو تقول لي أنه الوزراء فندوه والحكومة، وذا وش من حكومة؟ وحكومة كذابين، حكومة الناس اللي يقول لك أنا كل يوم تكلم معاه في التليفون، هو الراجل باراليزي قاعد بين هذا السلال، ها وزير داخل يقول لك يومين تكلم مع الرئيس والرئيس في مشلول، وشفنا الناس كيفاش تخلى الهضره ما يقدرش يهضر. حكومه كذابين، كذاب يجي كذبني انا البيان تاعي هما مدوه، ماشي انا اللي مديته، احنا كتبنا قلنا عاده يوم الاربعاء 15 ماي، هما باش يكذبوني واش يديروا؟ ينشروا يقول انه الرئيس، هذه في جريده تمارس الدعاره الاعلاميه، نعم. وتابعه ليهم تاع النهار، معروفه. نعم. ها اوكي، يعرفها العام، يعرفها العام الخاص. نعم. نشروا في العدد تاع 19 ماي يقول انه الرئيس تاع 20 ماي انه الرئيس بوتفليقه امضى 15 مرسوم رئاسي يوم 19 ماي، وحطوا الصوره تاع احد المراسيم ومكتوب حرر بالجزائر في 19 ماي. انا قلت جالو 15 وعاود خرج لو 20 لو 21، عطاهم الباني باين ما عطاوش، يعني اكدوا الكلام تاعك، اكدوه مادام نشروا صورة تاع بيان تاع مرسوم هو مضاه حول بالجزائر. اللهم إذا كان تصوير وكذب، يعني أنه الرئيس ما مضاش وما كانش موجود، وهذا يولي تصوير، ولا بد من متابعة من زور هذه المراسيم، وبالتالي كل مراسيم 15 هذه تعود باطلة ويتابع من أمضاها. أوكي؟ يعني أنت يعني مازال تأكد أنه الرئيس عاد يوم 15؟ يا ولدي أنا يا ولدي يعني هما يقول لك عطاو لك المراسيم، يقول لك راهم مضى المراسيم 19 ماي. والمعلومه مين تبقى؟ المعلومه يا اخي انا يعني قلت هذيك لا فرونس 24، سمعت الصحفي اللي ما عندوش دي سورس دافورم هو الصحفي. انا 32 سنه صحافه، بديت على 19 سنه، سمعت كيما ما عندش اليوم الناس وحدها، اليوم الناس يعرفوا راهم اليوم في الفيسبوك في الاخر يبعثوا لي هاو الملفات، هاي الاخبار، هاي كذا، هذه الاولى. من بعد منين جا اول الاخر بدات في الجزائر، بدات في الجزائر تمشي الاخبار معلومه هذه، جاتني بالاربعه صحفي تاعي ماشي لي انا، جات صحفي قال لي هو عندي خبر، قلت له ما تسراش بالاخر. نهار الاربعاء يدخل، نهار الاربعاء كانت عند صحفي تاعي، قلت له ما تسراش بالعقل، انا كنت هنا في فرنسا، بعث لي اس ام اس قال لي نقطه ما تسراش بالعقل، زيدوا نحوسوا تاك الماجيك معلومه واش تعمل كصحفي ما تعرف، تروح تاكد منها، تاكد عم دير ريكوبمون، ها تعمل الاخر تحاول تشوف من دوتر سورس، روح قعد هو يحوس انا نحوس، خبرت اخرين قال حوسوا شوفوا اخرها. بقى واحد راجل اعمال في باريس جزائري، سمعت يشتغل مع الأفارقة وكذا، ما عندوش مهملين ومهمشين الجزائريين، وكان جاو يعرفوا راه هذاك الرجل راهم دايرينو على الاقل مكلف بالشؤون الافريقيه في وزاره الخارجيه، مهمشينو هذا عنده علاقات وكذا. عيط لي وحده قال لي راهي كذا واش جاتني معلومه، ايوا واحد راهو كان كذا سقسيتو قال انا دخلنا كذا علينا من نهار الاربعاء لنهار السبت وحنا قاعدين نتأكدوا من المعلومة اللي وصلت على ساعتين ونص زوج ونص. كنت أنا في فرنسا، كنت في ليل، عيط قلت لهم أوكي مليحة المعلومة مدوها، يعني الصحفي اللي جابها قلت له سي بون اكتب اكتب وعرف كيفاش تكتب، ما تتسرعش ما كتب، ماشي أنا اللي كتبت الموضوع هذا، أنا تبعت إنه صحفي باش ما يغلطش الموضوع، ماشي كتابتي، ما نكذبش نقول انا جبت سكوب، لا ما جبت سكوب،
صحافي جاب سكوب. نعم. صح عليه، يعطيه الصحة. إذن قلت تنشر، لما تنشر ولحقت الجريدة للمطبعة تالو كانت ما كاش منها، خليها تخرج وعمل تكذيب من طرف الرئاسة ولا تابعني قضائيا. ولا تابعني قضائيا. سمعت هما واش يديروا؟ يعيطوا لهم وزارة الإعلام، قال يا ولدي رحم والديك لو كان تنحي هذاك الخبر هذا الصفحة، تبدل الصفحة الأولى والثانية والثالثة. احنا ديما الحدث تاع اليوم نعملو على صفحة اثنين بلوس لابلان دو تروا بلوس الصفحة الأولى. قلت له شو هو؟ لن تقنيا مش ممكن، لأنه خلاص تبوك لا جورنال مشى المطبعة وإحنا لازم نبعثوه بكري باش تتباع بكري، لأنه تعرف كان 190-170 عنوان. قلت له تقنيا ما يجوز، أخلاقيا لا يجوز ثاني، باش أنا صحفي جاب سبق وتأكدت منه وخليته يستنى من الأربعاء للسبت وما أقوله لا، هذا ما وش من وجه نقابلوا بهم بعد؟ أنا اللي نتكلم على أخلاقية المهنة، وأنا كل يوم نحط صحفيين ندورهم ونحكي لهم على أخلاقية المهنة واحترام المهنة تاعهم وكيفاش يجيبوا الخبر وكيفاش كذا، نجي أنا نقول له لا هذاك السكوب تاعك طيشو. السكوب سكعيت الوزير. آه لا لا يا أخي، لا ما نعملش بالإملاءات. دونك لا مانيبيولاسيون ولا إملاءات، يجي نتأكد منه يتنشر. أنا عمري ما رفضت رقابة على الصحفيين اللي يخدموا معايا. هذه ما نكمل لك درك بعد. لا واش يديروا كي يوقفوا الجريده ما خلوهاش تصدر؟ طب انا نتكلم، انا مانيش من الجماعه اللي يسكتوا. لا يضرب النح خلاص جاز، قالوا لي يضرب النح خلاص جازت وما كان والو. لا مانيش من هذه الطينه. انا مشيت الاخر خبرت، عيط للوطن نشروا فرانس 24، بدات الصحافه العالميه كلها تكلم. اول مره انه يتم مصادره جريده في احد بوتفليقه. لماذا؟ اللي تكلمنا على صحته اللي كيعتبر سر دوله بالنسبه لهم، في حين ماهوش سر دوله. صحه الرئيس تعني كل الجزائريين، انه الرئيس عاد ومن بعد عاد طاح اغمي عليهم شا. ونزيد نجي ليك، وانا قلت القاضي التحقيق، قلت له القاضي التحقيق ما القاضي اللي يديروا معايا والو، شاف كلامي صحيح 100%، حط لي وغادر المكتب وهو حر، خرجت حر من عند قاضي التحقيق، في حين وكيل الجمهوريه يقول له ديروا في الحبس. توقيف. نعم، موضة ديبو طالب لي، لأنه مسكين كلهم يمليوا عليهم، هذو اللي يمليوا عليهم ما كانش يملي عليا. لما الجريدة خرجت، عملنا صادر العدد طبعا، عملنا تكلمت في صحاف لا شيء هذيك وكيل الجمهوريه وتشوف انا عندي الملف، كان كنت عارف لي يسالني يعني نجيب لك الملف. عملوا لي ملف شكون ضابط شرطه على حساب الملفات الوثائق اللي يخدموا بها في العداله، يكتب ضابط شرطة تاع الكوميسارية سنترال المحافظة المركزية تاع الجزائر العاصمة، يكتب الوكيل العام النائب العام يقول له راهو هشام عبود عمل تصريح في فرانس 24 في مؤسسات إعلامية تمس بالجزائر وهالور وشنو، تمس بالأمن الوطني وتمس بالوحدة الترابية، يعني حنقسم الجزائر هذايا سمعت كانوا ماري فونديكيت كشدار، وتمس بسي المؤسسة الدولة وكأنه بقات مؤسسات في الجزائر. الراجل هلك كامل قالت نعم. شفتوا هم هذيك زادوا فضحوا رواحهم، فضحوا رواحهم، زادوا الناس ضحكوا عليهم في العالم أسري بأسري عادوا يضحكوا عليهم. يعني تصريح الجزائر صارت ضعيفة إلى هذه الدرجة. نعم. وتصريح يمس بها الدرجة. الجزائر اليوم أصبحت يعني تسجن شاب في عمر 21 سنة مثل الإنسان لأنه كتب كتابة في فيسبوك على بوتفليقة. هذا يعني ما لخصه النظام الحالي الدولي الجزائري. ولكن يعني أنا شخصيا لاحظت أنه كتاباتك خاصة عندما وليت من الجزائر وقبل أنه كلها ضد بوتفليقة. لا يعني أبدا ما تلقانيش ما تلقانيش ما تلقانيش ما قال واحد ضد بوتفليقة. ضد بوتفليقة كيقول بوتفليقة ضد مؤسسة الرئاسة وعائلة الرئاسة. أبدا أبدا قبل جوان 2012 ما تلقانيش موضوع واحد.
عمدك لما في جويلية 2012 حوار مع الوطن يجي يسألني على النظام كيفاش راه يمشي، كيفاش نقول له ما كاش ساعد بوتفليقة؟ نكذب عليه ولكن ما تلقانيش موضوع واحد بوتفليقة. نعم نعم سي عبود، جيب لي كش ما عندك. شفت المداخلة تاعك في فرنسا كانت تبعتها كلها، يعني كل مرة تتكلم على بوتفليقة من جوا وارواح. نعم. نتكلم عليه لأنه تأكدت بلي كل شيء جاي منه. من حقك تأكدت منها. نعم تأكدت. أما من قبل لا. سي عبود من حقك أنك تتكلم في الرئيس وفي عائلة الرئيس لأنه يشغل منصب رسمي، وكل ما واحد يشغل منصب رسمي إلي لوبجي دون كريتيك. لما يخطئ نقولوا أخطأ، ولكن لما يتعسف نقولوا تعسف. ولكن سيد عبود سؤالي، كيف نقدر اليوم أنه نلخصوا النظام الجزائري نقولوا على السيد عبد العزيز بوتفليقة يعني مريض ما راهوش يحكم اليوم، كيفاش نلخصوا كامل النظام في شخصية سعيد؟ يعني وراه توفيق، وراه طرطاق، وراه جهاز دي علاش، وراه مهنا جبار، وراهم كامل هادو اللي راه مهنا عندهم 20 سنه. مليح ذكرت الاسم. وين راهو طرطاق؟ في خبر كينا. وين راهو مهنا؟ في خبر كينا. وين راهو توفيق؟ راهو يدحرج صح ولا لا؟ وشكون راهو حاكم الحكم؟ لا هذا هو الواقع اللي راهو. لا قريت الخبر تاع البارح، الخبر يقول باللي راح يحطوهم في تقاعد. حنعطوهم تقاعد، هما صغار على بوتفليقة، بوتفليقة ما يديش تقاعد، وبن صالح ما يديش تقاعد، وقايد صالح 80 سنة في عمره ما يديش تقاعد، والاخرين يديو التقاعد. ولكن راهم كلهم في خبر كان يعني إذا قوتهم زيرو. هاد في مجال التقاعد يعني حتى جنرال توفيق بعد 74 سنة بعد ضباط تاع المخابرات صغار عليه بعدهم التقاعد وقعد. وقعد يعني هذه مش حاجة جديدة. استنى نقول لك، شوف بالنسبة للتقاعد تاع اللي معروف الآخر، وهذا البارح ذكروه في يومية الخبر أنه توفيق مبعاش للتقاعد ولا ضابط باستثناء جنرال الخرفي أحمد اللي عيطوا له أحمد إيه فوالا هو اللي بعثوا التقاعد، لأنه اكتشف أنه سيدي عمل في زافير. هذه مش حاجه جديده انه جنرال يعمل في زافير، لانه اخر يعسق بيناتهم. انا ما نحبش ندخل ماشي ماشي في زافير، انا اصلا ما ندافعش على هذا. نعم. ندافع على هذا. نعم. قلت نعم. هذا اللي يحطوهم في التقاعد. لكن كان عقداء، سامحني، كان عقداء في 60 61. انا كاين ناس معروفين و 60 61 رانا راحوا للتقاعد. شوف درع وتوفيق اللي بعتهم هو رئيس المخابرات. انا ما نعرفهمش. ايه بالك انت ما تعرفهمش. ما نعرفهمش. انا نتبع الشيء اللي راني نشوف فيه، ما نتكلمش، نتكلم بالاسماء. نعم. نعطي الاسم. نعم. باش نقول كذا للعموميات، ما نمشيش في العموميات. نعم. العموميات ما عندهاش مصداقيه. انا نمشي بالشيء الواقع. نعم. ذكرت لي اسماء. تفضل. قلت لي وين راحوا هذو؟ قلت كرام في خبر كان صح ولا لا؟ رسميا هو رسمي، وكاش كاين شيء رسمي وشيء ما رسمي. نعم. يعني راهم يخدموا في جهه اخرى. نعم نقدر نقول لك مثلا يعني البارح خرجت جريده جزائريه تقول انه امضيه مرسوم انه جهاز الصحافه في الدي ار اس حلة وذكرهم في الأركان، ولكن كي نشوف مدة 20 سنة ولا 30 سنة المعارضين اللي يقولوا أن الصحافة الجزائرية تعيش ومطعمة بالإشهار من جهاز تاع الدراسة لحكم الصحافة، الناس كامل تقول لك ما كان حتى حاجة رسمية. ولكن اليوم 30 سنة من بعد النظام يعترف أنه هذا الجهاز تاع الرقابة تاع الصحافة اللي كان تابع للدراسة أيكزيستي، يعني كان كاين. يعني النظام الجزائري صعيب الفارق ما بين الرسمي والغير رسمي، يعني حتى جنرال توفيق السلطه تاعو ماهيش رسميه دستوريا ولكن عنده سلطه. لا استنى باش ما خلطوش. اي ما خلطوش باش توفيق السلطه تاعو مدير جهاز مخابرات. نعم. السلطه تاعو تبقى الاخر. انه النظام الجزائري تركيبه تاع النظام الجزائري تخلي منذ الاستقلال والعساكر عندهم دور في اللعبة السياسية. وهذه اللعبة هذه ملحقت للتسعينيات، وين شفنا انه ضباط هما عشاو يسيروا في البلاد، ودائما يجيبوا لك عسكري يحكم البلاد. نعم. شاد بومدي الله يرحمه، هذاك عمل انقلاب الله يرحمه وخذها بذراعه واحد بحده وبقى يسير كما يحب. شاد لي جابوا حطوه عسكري. بعد شاد لي راحوا جابوا بوضياف، يعني نسمع على باش شرعيه ثوريه سمعت. لا وكانوا مهيئين زروال.
كان مهيئينه زروان نهار يتم تعيينه كوزير دفاع. انا احد الشخصيات اللي سالتها باش تفسر لي واش هذا التعيين هذا، قال لي هذا هو اللي راح يجي خليفه لاسيولين. ذكر كان عاملين مجلس على الدوله، مجلس على الدوله. اذن تركيبه النظام الجزائري هي لا، وهذا تابع ناتج عن ضعف الطبقه السياسيه، لانه كل طبقه سياسيه لما تشوف رقيبه وكبران في الجيش يقف قدامه. خليني نكمل لك. المعارضه تقول وما تقول، وين راحت المعارضه؟ هل المعارضه هي اللي ردت لنا من ديالس بورورو، وهي اللي دارت لنا من توفيق بورورو، واليوم شفنا كاش ديالس مرمدوهم طيحوهم سمعت ولا واحد تحرك؟ واحد اخر يقول لك دار كوديتا، يقول لك ما دار والو، ما تحركوش. راني جاي ليك دونك باش نرجعوا لحكايه الرسمي وما الرسمي. تقول لي تاع الاعلام تاع تاع ديالس البيرو دو بريس ومن بعد ولا سونتر بعد العام لا توجور اكزيستي واحد ما نكرو رسميا. كيش انت رسميا عندما تحب انت رسميا يجيبوك الاورغانيغرام تاع ديالس؟ لا ابدا، ما صرا بي حتى دوله. سامحني سيدي، خليني نكمل. انا كجزائري ما نقبلش ان الاورغانيغرام تاع المخابرات تاع بلادي تنشر في صحه درك راهو يتنشر حتى وإذا حتى وإذا كنت في المعارضه. درك عبالك بلي عادي تنشر، لان اليوم معالم الدوله يعني راهي انقادت، ما كانش دوله اليوم. فوالا اليوم وين يتنشر؟ يتنشر في موقع الكتروني فرنسي سمعت يعطيك الاسم الحقيقي والاسم كذا، يعني هذا شيء عادي خلاص يعني. لانه علاش اثناء تواجد بوتفليقه في باريس في فرنسا في فال دو غراس لي زانفال شوك الاهانه اللي وصلت فيها الجزائر، ولا واحد يتكلم من المعارضه نقول لك المعارضه الحقيقيه تكلمت، ما شفناش معارضه ما كان لا حقيقيه لا 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 كاين كاين ناس تكلمت. خلينا نرجعوا، خلينا نقولوا نقولوا كامل الناس ماشي ملاح. لا ما نقولش الناس كامل ماشي ملاح، لا حاشا لا كي تقول وراه المعارضه كاين ناس تبينا نشوفوها تتحرك تتحرك في الشارع. سيد هشام عبود عندما لما نقولوا تتكلم تخرج في الشارع على الاقل وتبان كيفاش الاهانه اللي نوصلوا ليها. اسمح لي، اثناء تواجد بوتفليقه في فال دو غراس لي زانفاليد لي زانفاليد يدخلوا لها الا من قدم خدمه لفرنسا في لي ستاتيو تاعها، ما تخرجش تكون واش تكون ولا رئيس دوله تخللها الا بوتفليقه تخللها. اوكي، لانه قدم خدمه لفرنسا. قدم يا شير تقدم نروح لك خدمه واشني، لانه اولا تباعت الجزائر اثناء تواجده هنا، والخدمه اللي قدمها هي فتح المجال الجوي للطيران الفرنسي في حرب على مالي، يضرب مالي بدون استشاره الشعب الجزائري ولا مجلس وطني ولا حتى واحد. ونزيد لك، شفت ست سفير دوله محترمه يعطوا له كوموندون كوموندور دو لا ليجيون دونور؟ شفت شكون اللي مدوها له؟ سفير جزائري. عيب عيب يعني. واش دار واش داروا الاخر؟ واش داروا بوتفليقه وجماعته؟ يا سي وبخوش. نعم. قالوا واش الخدمه اللي قدمت فرنسا؟ انت كنت سفير، كنت تخدم الجزائر. جمال حوحو كان سفير هنا، كان خارج فيهم، كان خارج فيهم جمال حوحو. سيد معي. سيد هشام عبود، هذا هذه انا نفهم يعني كما نقول لك لا رياكسيون تاعك بارابور واش صرا، لانه كنا كجزائريين تالمنا ورانا نتالموا طبعا. ولكن انت قلت لي قوه الدي ار اس، وانه لي لك الدي ار اس انا كنت داخل المخابرات وتعرف مليح على هذا الجهاز وكتبت عليه. تقول لي اليوم ما كاش معارضه، وراه المعارضه لانه جهاز الدي ار اس استمد قوته من ضعف المعارضه. انا نقدر نقول مش ضعف المعارضه، لا الدي ار اس ما عندها حتى علاقه بالمعارضه ضعف المعارضه. المعارضه شيء نظام، الدي ار اس جزء من النظام والنظام ضعيف، الدي ار اس ضعيفه لانه بالمقابل ما كانش. لانه قل لي قادر وراه الحزب اللي قادر اليوم ينظم لي، اسمح لي ينظم لي تظاهرة سمعت والقادة تاعو يوقف في الشارع في الجزائر. خليني نكمل لك. وتجي البوليسية تهز دخلهم للحبس وخلي العالم كله يثور ويقول شوف واش راهو دار كيما صاير للديكتاتورية الاخرين. اليوم الحباس ما عندك حتى، عندك ان جون بلوغر هذا كان في الحبس، عندك عبد السميع عبد الحي صحابي لانه التقاني هاو في الحبس، زوج ناس ما عرفش حتى اسمائهم لانهم خليني نكمل لك، كانوا معايا في التليفون هذوك راه في الحبس. محامي نتاعي قريب دخلوه للحبس يتكلم معايا في التليفون. سمعت هاولي حمد بينا يعني يعني باسماء معروفه. يا سي عبود ما نقدروش نقول بان الدوله ضعيفه لان ماش دخل الناس للحبس. اليوم قلت انت المعارضه النظام يستمد قوته من ضعف المعارضه. انا نقدر نقول لك نعم دائما نقدر نقول لك كانت معارضه في الجزائر ونظمت احزاب سياسيه ونظمت مهرجانات سياسيه ونظمت مسيرات
سواء كانت معارضة إسلامية، معارضة وطنية، ولا معارضة علمانية يسارية. صحيح هاي. هذا صحيح. انقلب. شفنا وقريب تقلب النظام وراح النظام. انقلب على انتخابات الشعب. نقول انتخابات الشعب، مانيش نتكلم على جبهة إسلامية انقاذ ولا لا، احنا كاين واقع على نتيجة. على نتيجة انتخابات. ناس دخلت المراكز تاع الجنوب. فوالا انقلب على ناس ضربت وتحكمت. انا لما يحكيوا لي بعض الأصدقاء دخلوا للسجن العسكري في بليدة وكانوا في المراكز تاع الجنوب يحكيوا لي الشيء اللي صرا فيهم ما حدث في حتى دولة. نعم. نعم. دولة. أنا شخصيا يعني جريت لقاء مع واحد كان في الصحراء. اليوم هذا النظام دمر الأحزاب السياسية، دمر حتى الصحفيين، تاع صحفي وكان صحفيين تقتلوا باسم لا ليست لا لونغ ليست تعجيه تكلمت عليها. قالوا هالي دمر الجمعيات، دمر الاحزاب، دمر النقابات، يعني في كل نقابه دمر روحه. آه. في نهايه الامر دمر روحه. كيف من اليوم ما نقدروش نقولوا الاحزاب السياسيه النظام دمرها، عدبها، كان اللي يقتلها، كان شراها، كان اللي شراها. نعم 5 ملايين دولار يورو مثل لفافاس حسين احمد، هذا يعني لا هذا معروف. لا هذا معروف. واش يعني واللي شرا نعطيك على اسم شرا الفيلا مسؤول على كلامي. اللي شرا الفيلا هو بخاري اللي عنده قهوه نيزيان. نعم. وهذا الشيء معروف. ولكن يعني اليوم واسمح لي نكمل لك والدليل على هذا، جيب لي جمله واحده قالها اي تحمد سمعت ضد تغيير الدستور في الجزائر. نعم. اليوم ما كانش نزيد لك. نزيد لك لا باس اللي ما عنده مقاعد في المجلس الوطني الشعبي منهم بالبرلمان اللي عنده. كان واحد مسمي روحه المحترم وهو ما عنده حتى علاقه بالاحترام، بوشافة ما نعرفش اسمه بزاف. شافع بوعيش. ايوا شافع بوعيش. بوعيش هذا يظل حاط موراي اجون دي ار اس، اجون دوبل فان ميسيون ديبي دي ميسيون. اليوم شكون اللي راهو اجون دي ار اس؟ شكون اللي راهو في النظام؟ خليني نكملك انا ولا هو؟ سي عبد جاوبني شكون راهو في النظام؟ انا مانيش ما نقدرش نجاوبك. لا هو راهو في النظام هذا السيد. سي عبد اليوم كيفاش نقدروا نتكلموا على هذه معارضة تنتشر؟ سيد عبود كيفاش نقدر نتكلم على معارضة سواء كنا مع اللافافاش ولا أحزاب أخرى في ظل أنه هذه الأحزاب وهذا المجتمع الجزائري، هذا المجتمع المدني عاش 20 سنة حرب أهلية مارستها النظام ضد الشعب. يعني نقولوا ينجار ينجار كونتر لي سيفيل الجزائري. كاين دو تيب دو غير اسمح لي، كاين ينجار الحرب مارسها ضد الشعب، سجن الناس والتعذيب والاختطاف وهذا كله. هذو الناس واحد يكن لهم احترام كبير مهما كان اتجاههم السياسي. نعم. سمعت انا راجل مثل الشيخ علي بن حاج احترمه فوق كل واحد. نعم. لانه هذا الراجل لليوم حقوقه المدنية مهضومة. اما اسمح لي الحزب اللي تشرى بالفلوس لا غير جدي بالاحترام. كما يقولوا بالعامية الحزب اللي خذا مناصب في المجلس الوطني الشعبي هو ما يستاهلهاش، ويشوف انه الشعب اسمح لي الشعب قاطع انتخابات. نعم قاطعها منذ كيفاش هذا حزب لافافاس يدعي المعارضه ويدخل في حزب قاطع الشعب؟ سيد هشام عبود اليوم كيفاش نقدر نقولوا لهذا النظام انت قوي لانه المعارضه ضعيفه؟ الوغ كي هذا النظام سواء كان المخابرات ولا الاركان ولا الواجهه السياسيه كلهم مارسوا حرب ضد كل ما هو ينتقد ليقول لا في هذه البلاد. حتى سكتوهم وردموهم. يعني ما نقدرش نقولوا للناس انتم على لافوت تاعكم. لا الوغ كو هما يزون سوبيين غير. لا يا اخي يحيى واش راني نقول لك؟ قلت لك كاين الناس اللي تمست ندعرت خذاو الضرب حتى قالوا فيكس. يحكيوا لي الناس، يحكيوا اصدقاء لما يحكيوا لي يعني بنادم يدير العرس. ولكن كاين الناس اللي تشرات. ايه باعت روحها. باعت روحها. ايه. ومن بعد واش بقى درك؟ تميعت الساحة السياسية والحزب اللي يجي أبان يهز راسه يدخلوا فيه فتنة ويقسموه على زوج ويديروا حركة صحيحية. حركة صحيحية وكذا منها منهم لفلان عملوا له حركة صحيحية. لا راد يعملوا حركة صحيحية علاش؟ باش يقزموا باش يقسموا باش يبقاو وحدهم. مسؤولية المخابرات كل هذا الشيء باش جهاز تابع للنظام المخابرات. طيب علاش تحب تدبر على المخابرات؟ لا لا نسقسي فيك سؤال. واش تحب تحط المخابرات خارجه عن النظام؟ هذا نظام فاشل، نظام فاشل يا نظام اخر. المخابرات خارجه عليه دوك نقول لك نقول لك اليد اسمح لي القوه الضاربه تاع النظام هي المخابرات. نعم. اوكي يعني اليوم علاش تحب انت يعني اليوم تجبدوا من النظام؟ لا لا ما نجبدوش كل بعضهم. وعلاش تحب نقول لك كلون
تاع الدي ار اس وكلور تاع بوتفليقه ما كانش، كان كلور واحد، كان كلور واحد ما كانش منها. شكون عاون بوتفليقه فاش طبعا طبعا هو اللي جاب 99 وزادوا في 2004 وزاد بنددلو في 2008. مصير توفيق مرتبط مصير بوتفليقه. غدوه لو الشعب الجزائري يفيق في لحظه اللي يجي يحط الورقه تاع الانتخاب تاعو ساعه يكون عنده وعي يقول لا نمشي لا ريبتور للقطيعه، نصوت على مرشح القطيعه. اليوم جلال سفيان جلالي اعلن عن ترشحه، هذا انسان شاب مثقف عنده حنكه سياسيه. تدعم ترشحه؟ ندعمه طبعا، ندعمه بكل قوه، لانه هذا يمثل القطيعه، ما انتماش للنظام تماما. سمعت؟ انسان مثقف شباب صغير عنده كل هذا، هو البروفيل ايديال. سمعت؟ هذا البروفيل ايديال للشعب الجزائري. لو الشعب الجزائري نهار الانتخابات قال نمشي مع هذا الشاب هذا نظيف، ما عنده ساكن في كات بياس في بارت ماكيناس، يعدي لي فاكونس تاعو كيما الشعب في تونس، ماهوش قادر يجي لفرنسا. تعمل معاه غدوه بتوفيق بوتفليقه بالغاشي كان بن صالح بالدرابكي، واش اسمه هذاك عمر سعداني، عرفته هو درابكي. ايوا كامل يروح يعودوا في خبر كانا. هاوليك هنا تقلب تغير بهذه السهوله، وعلاش لا؟ إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا تم بالشعب نعمله، ولكن قلنا بقى نعم. حاجة بقى حاجة لحظة، لابد لحظة وعي. وماما ونجي داخل يحط هذاك الانفلوب تاعو في الصندوق يقول بركاني من الحقرة، بركاني من الرشوة، بركاني من السرقة، داولي حقي نفوتي على القاطعة، تتغير الأمور. ولكن يزم كلنا نمشيو مع بعض في اتجاه واحد. اما نبقاو كل واحد يضرب من جهته، ونجي انت تتكلم قولك لا انت تبع لفلان وانت راك تبع سيد هشام عبود. والناس اللي يقولك انا ما نامنش بالانتخابات لانه الانتخابات راح يزورها النظام. ايوا ها الجواب تاعي سهل يا خويا. تفضل. اذا انت ترشح مثلا، ترشح انت وانت ما قدرتش تجيب 75,000 امضاء، كيش راح تجيب 4 ملايين صوت؟ ما تقدرش. إذا أنت ما عندك شعبي. لا تقنيين ما تقدر. اسمح لي. حتى تكون عندك. نقدر نقول لك حسيد علي بالحاج ذكرته من قبيل، اللي كان على نائب رئيس أكبر حزب في 91، بالك اليوم يعني بالإدارة البيروقراطية ما يقدرش يجيب هذاك 24,000. لما تكون لأنه كاين يعني بيروقراطية الدولة. شوف يا سي يحيى. تفضل. ما بيع لا بيروقراطية لا يحزنون. نعطيك أنا الآخر. لما تجي أنت مترشح ما عندك لا حزب ولا قاعده شعبيه ولا يحزنون، تجي تقول راني مترشح ومن بعد تقول لهم زوروا لي ما خلونيش نجيب 75,000. لا واش لي 75,000؟ انا لما ترشحت في مباقي كمترشح حر بطلب من العرش تاعي، سمعت قلت ما نمشي مع حتى حزب. الامضاءات هذاك اللي يمضي لوفيسير تاع ليتا سيفيل جا للمكتب وين جا هو يمضي، الناس تجري باش تمضي. عراش حنا العرش اللي كان ضد العرش تاعي عاد مشى معايا، قال لا حنا ما كانش تاعنا كامل. سمعت الناس تجري تجيب لك، لا طلبوا الناس 800 امضاء ل 400 امضاء الواحد العام هذي في 2012. نعم وباش حبسوني لا ذاك وجهه الاداره قال لا هذا يتنحى ما يترشح. وي هنا قال ما يترشحش ما يقبلولوش الملف تاعي. هنا شفت بالرباط هنا تبا ماشي بيقعد هنا ولا فيها قمع ديريكتومون، قال لا ما ترشحش انت ما خلوش. لا قالوا علاش واش كاين؟ شبدا لهم شفنا لنا طلبوا منا 400 امضاء على الواحد، احنا كنا في 8 القائمه فيها 8 جبنا يعني زدنا 3200 جبنا لهم 4000 وزياده. قال لك هذو ما امضاءات نون فاليدي. وعلاش ري ليغاليزي؟ قلت لهم انا اما تتابعوا كل ضباط الحاله المدنيه تاع البلديه تاع ولايتهم البواقي اما تبعونا احنا باش حنا رانا زورنا ودخلنا الحبس في هذه الحاله. قال لك لا ما كان مالي اخويا، قالوا لنا فوق يدنا. اما كاين حاجه اخرى زيد، كيفاش انا قلتها لهذاك تاع اللي في العداله، قلت لك كيفاش انتم 4000 ورقه في ساعتين قدرتوا تحسبوهم
تاكدوا من الاخر الوغ كو لو كان تعطيه 30 ثانيه لكل ورقه يطلب منك 30 ساعه باش تدقق فيها. سمعت كيفاش نتوما يعني هذه بيروقراطيه الدوله يعني قمع الاداره ايه الدوله قمع تاع الاداره يقولوا اداره الدوله لا ما تعديش نعم. انت ما تعديش معناها اسمح لي سي لانه هما شوفوا لو كانوا اذكياء كانوا مع الاول يقولوا لا هشام عبود ما عندوش الحق يترشح لانه ما عندوش 6 شهور اقامه في الجزائر هذه اغبياء خلاوني انا تسجلت في القائمه 4 ايام بعد ما غلقوا القوائم سمعت سجلت وعدت على العداله وقبلوا التسجيل تاعي قال لي سيد هشام عبود كيف خلي نكمل لك والله تسمح لي اسمح لي يا واش اللي بقى لهم لما شافوا باللي كل ترشحات على حزب اخرى تشلوا والدعوة كلها ماشية معايا واش قال كذا يدخل البرلمان يعود يتكلم راح يدير لنا حالة لكن سيد هشام عبود كيفاش اليوم نقنع الجزائري واحد ندخلوا في ملف الرئاسيات في الجزء الثالث والاخير ونقنع المواطن الجزائري راح ينتخب مثلا على السيد جلالي صوفيان اللي ذكرته قلت انك تدعمه كيفاش نقدر اليوم نقول للمواطن والمواطنة الجزائرية يا مواطن روح تصوت وما تخافش على الصوت تاعك وعسو ورانا قادرين نديروا التغيير بالانتخابات وهذه انتخابات رئاسة الجمهورية يعني أعلى منصب في هرم الدولة الجزائرية وانت في أم بواقي في المنصب نائب في البرلمان في 444 ما خلاوكش هنا شو هنا الأمور تختلف ما بين تختلف هذا مرشح في ولاية ولا واحد سمع بيا سمعت وتجي انت يا رأي واحد مترشح رئاسة الجمهورية وش راح نديره لما يبدأ يجمع في الإمضاءات ما دام هذا عنده حزب ويزمو يعمل يكون الحزب تاعو يكون قوي نعم. يكون متواجد في اقل شيء في 25 ولايه نعم داكور 25 ولايه يكون متواجد فيها يجيب من بعد اذا كان هذا الانسان قوي سمعت وقادر يوفر مراقب في كل مكتب تصويت لانه هذا هو المشكل اذا انت ماكش قادر توفر مراقب في مكتب تصويت كيفاش تقول رمز لكن هشام خلي نكمل لك بعد لما هذه تاع المراقب تاع كل مكتب التصويت هذه كل وزراء الداخليه يقولوا نهار يجيو يديروا لا كونفرنس دو بريس كيعطيو النتائج يقولوا الاحزاب فاشله انا شخصيا الانسان ضعيف لو امامه كانت عندي فرصه انه راقبت انتخابات في 97 وفي 99 انتخابات رئاسيه نقدر نقول لك مثلا على مستوى العاصمه كان عندنا في كل مكتب مراقب حتى داخل التكانات كانوا عندنا ولكن كي تلحق يوم الانتخاب يجبد لك سلاح مثلا تشريعية 97 كي تفاز لاراندي بسلاح انت راك مراقب مدني يحط لك سلاح هنا يقول لك روح مليح هنايا يعني هنا لما حتى ولا كان عندك كل مراقب في كل ولايات كي تجبد عليك هنا راك المدني ضد العسكري نحط لك تا السلاح نعم السلاح هذا في 97 كان ظروف نعم ما يجوش تبقى مربوطين لا لا حتى في 99 داروها في انتخابات تاع بوتفليقه في الرئاسيات الاولى نعم نعم 99 داروا له العدد اللي كان باه نعم هذا ما كان 99 ما كانش انتخابات كان تعيين كان تعيين هي كلها تعيينات على تعيين نعم 99 كان تعيين لما تقول لي يجبد لك السلاح عليك وعليا وعلى هذاك على هذاك اذا كنا في حوله كنا رجال نخرجوا برا ونتكلموا عليها نعم انت تتكلموا عليها كما نعم. داروا في الانتخابات اللي فاتت في 2012 وراوا التصوير اللي كان تم في تبسة بالفيديو اليوم رانا في عهد البورتابل صح تجبد البورتابل تاعك وتفيلمي صح سمعت وتيري عليا وقتلني سابقا كان النظام يعني لا يبالي يعني صور قول لك تزور هو راه هنا اليوم نقول لك حاجه اليوم النظام هذا لازم نفهموه ونوصل النظام هذا شوف راه في حاله en état de décomposition. Il fait tête. Il se fait aller. Je ne suis pas de ceux qui viennent et qui viennent. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils اما هذوك اللي يجي يقول كورت بالك راهو كان دارس راهو كان كذا راهو كان هذاك سب النظام هذاك دارس هذاك هذا كان تكي انا شوف لما عملت مون جورنال كان جريدتي بدا نجبدو في الملفات الليله اللي جلس تجيب يعرفوني عندي جرأه نتكلم كذا ما يجيب هذا ملف تاع لافاف هذا ملف تاع هذاك ملزي تاع كلوب دي باريس دونس ليتا المدير ايه وهذ الناس كلهم عندهم هذا ملف تاع غول هذا كذا منا
يعني الناس هذوما انتو شابل انتو شابل ما كاش يمسهم ما كاش ديكذا اشتنا وبديت نمس هذا ربي هذا ربي وقالك عنده علم من نشم تكي يا ولدي واش علم نشم تكي واحد قلت واحد الكلام اللي ما نقدر نتكي جيب انشر اكتب علاش تخاف نتكي نتكي على نزاهتي نتكي على اني ما عندي والو ما عندي دار نخاف عليها ما عندي فيلا ما عندي حساب بنكي ما عندي لا الحمد لله ربي خلقني نهار يديني كيما ولدت كيما روح هذه القوه هنا ان شاء الله القوه في النزاهه القوه هنا ما عندي ما نخسر جيتو تاغاني شكرا انا واحد يتكلم صح سيدي هشام عبود نشكرك ونعود معك لإتمام هذا الحديث في الجزء الثالث والأخير من هذه الحصة. مشاهدينا الكرام نتمنى أن تبقوا معنا لمتابعة هذا الحوار الشيق مع الصحفي هشام عبود والضابط السابق في جهاز المخابرات الجزائري. 23 سنة نتكلموا عليها في الجزء الثالث. نتكلموا عليها. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل.